بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بهذه المبادرة من ولاية عين تموشنت المسرح الاجتماعي والساخر، اليوم حبينا أن المشاركة تاعنا كذلك دائما تكون بالقوال والمداح، هذه الشخصية التراثية اللي امتدت عبر الأزمنة هنا في الجزائر من قبل الثورة وبعد الاستقلال. اليوم هذه الشخصية رانا نحاول أننا نستثمر فيها الجهود الفنية والشخصية نتاعنا باش مسرح القوال ومسرح المداح يبقى دائما ثائر في المجتمعات نتاعنا، خاصة مسرح الشارع. اليوم رانا في مسرح الشارع، شفنا انه كاين اجحاف من طرف المتلقي، من طرف الشعب الجزائري انه يجي للمسرح. حبينا حنا نصبحوا نخرجوا عندها للشارع الكامل، الاماكن العمومية والساحات العمومية والحدائق، رجعناها مسرح هواء طلق وين اصبحنا نلتقي مع الجمهور وين نقدموا له عروض مسرحيه. خاصه انا تخصصت في عروض مسرحيه لمسرح الشارع لحكايه ابن المقفع اللي هي على ألسنه الحيوان واللي فيها مغزى وفيها اسقاط على الاجتماعيات نتاعنا. وحنا نخرجوا للشارع رانا نلاحظوا انه الشعب يهتم بهذا المسرح. حنا نحاولوا اننا من طريقه مسرح الشارع نعاودوا نستنبط شجاعه المتلقي الجزائري والشعب الجزائري اننا نعيدوا ادخاله للمسرح القاعات والمسرح العلمه ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.